وهيجي يكون شكلها. اول حاجه جاي نسوي بروفا للحفله لان عندنا مو فرحه واحده، فرحتين. صار لك 6 أشهر تحكين عليه، ليش؟ احكي عليك؟ لورد اقدم بيك مناشده اليوم. عليك الله. اي والله. ليش؟ ليش ما تلتزم بالاكل؟ شو التزم؟ ها؟ ملتزم والله. قعد الصبح قعدت انا، رحت عندنا موعد ويا شموسه ام الطبيب. قلت له محمد اقعد اتريق وهاي، لان عندنا بعد هواي شغلات لازم نسويها. هلا وحش، شو جيته؟ هلا زينبي جيته. هلا اليوم من وقت؟ رحت للطبيب ورجعت، كان اكو هيك علبه هالكبرها برجر. ما بيها برجر خلصان، بس بيها بومس اصابع مال بوتيتا وهاي مقلايه. جيت قلت لمحمد ها تريقت؟ كان اقول ها اي تريقت. شو تريق؟ انا راسا باوعت هناك ما هي هاي العلبه، يعني محمد تريق بيها. تقبلون بالله؟ تقبلون حبايب قلبي؟ ادري هي بوتيتا، شو تريد تسوي؟ ها والله بوتيتا مو زينه. بس عادي. لا والله مو زينه. يلا هسه لخاطرك راح تريق بيها تسالك. صدق؟ ريوق ثاني يعني. لا رغدة هذا. الغيوم اليوم تخبل وجهنا نشوف، وواقفه بمكانها ما تتحرك، ليش برايكم؟ هسه خلصنا ريوق طبعا الحمد لله وسهمكم العافيه. دا اشرب قهوه، قمت اشرب القهوه بالاستكان، قلت علي ما اوسخ كوب ثاني خليني اشربها بالاستكان. بس راح اخلص القهوه ونبدل. طبعا انا يوميه اقول انه عندي هواي شغلات لازم اسويها لانه ما تخلص شغلات البيت، مو صحيح؟ اي. وهذا ادم هنا. هلا حبايبي. هلا حبايبي. اي ما تخلص الشغلات. البارحه مسواق وهاي، شفتوا الفلوق يمكن نزل بقناتي الاولى، بس ما خلصت مسواقي كله. وهاي المواعيد النوب المشكله. اليوم موعد شموسه بالساعه 8 الصبح، رحت وياها للدكتور لانه شموسه طلع عندها نقص الايزن ودي يعطيها، يعني طاها حبوب بس ما دا يفيدها، انه دائما دايخه وجهها اصفر. فاليوم حولها على غير مكان، يعني على غير دكتور. وعندنا موعد هسه يما ابو الجلديه، فهم لازم اخذها بالثنتين ونص لابو الجلديه. واهماتين عندي مشتريات مثل شامبوات، مكيف، صابون، هيك هاي الشغلات هم لازم اشتريها ما عندي. حبايبي يلا حبايبي انزل، ما يصير تصعد هنا. أنا اوكي راح اخذكم وياي ادربيتشن. عيني بناتي حبيباتي كلشن تحبن هاي المشتريات مال الشامبوات وهاي الشغلات. هسه اخذكم وياي اهماتين للروزمان للدي ام، ما اعرف والله وين، شوف اي واحد بطريقه نشتري من عنده. ادم لا توقف جواي ماما، ما يصير. ماكو مكان هنا، ليش هيك صاير؟ كان فراغ.
هاي البارحة الشمعة اشتريتها وياكم بالفلوج. طبعا سويت اختيار بالانستغرام واختاروا لي اياها. كان اكو لون ابيض واخضر والاصفر، فانا كنت محتارة بين الاخضر والاصفر. طبعا الاخضر هيك لون بالضبط نفس هذا اللون، فبالانستغرام اختاروا لي هذا اللون الاصفر. هاي الشمعة مالت مي، يعني تخلوها بالمي. عندي هاي تتذكرون سويناها بالخريف، انه هذا الديكور مال الخريف هيك. هسه راح اشيله ولازم نخلي هنا رمل ونخليها بعدين. هسه لازم اروح من اروح اشتري وياي الرمل، وبعد شويه ان شاء الله نسويها. سويها ما حدا اورنج اورنج مو اصفر، مو اصفر هذا يا با، هذا اورنج مو اصفر. يعني شو معناتها بالعلبي؟ يعني اصفر، يعني اورنج لون البرتقال. اي برتقالي هدو. ها صدق؟ اي يعني ما اعرف تتعرفون. مانجو. مانجو؟ اي ها يقول مانجو. نوب صارت مانجو بعد. لا دنجي شكله هيك. اي موز. بلاو. 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 بلاو بلو بيري. بلو بيري. هي بلاو. هي بلاو. نا عندي هاي صبراية جوا ما بيها شي بعدها عايشة، لازم شنو اشيلها اخليها بسندانة صغيرة. وهاي تكون هنا بالبالكون الشمعة. هذا ادم شو تسوي ها؟ لازم تشتغل وياي ادم، اليوم قرر يساعدني. نايم دير بالك. هاي بس هنا عكس الضوء، ما يصير. خلصنا تنظيف وجبنا هاي الاكياس ويانا، شغلات هم زايدة لازم ابدها. وراح اروح اسري على موعد ششة مع الجلدية، لان وجهها دا يطلع بي حبوب كلش هواية، وحتى هنا بايديها ما ادري من نقص الايزن او غير شي جلدية. فعلى العموم راح اراجع الدكتورة. وقلت لكم محتاجة بعد شغلات، واريد اليوم اطبخ وجبة صحية على مود الغداء، هم راح اسوق وياي. هذا مصبوغة، مصبوغ صبغ ابيض. طبعا كنت دا اصبغ قبل ما اطلع، ما شاركتكم الصبغ. هسه من نرجع بس عندي ركن الممر كله يراد له صبغ، بس ان شاء الله باكر عندي صبغ جوا بالمخزن بالكلر، اروح انزل اجيبه واصبغ الممر كله، لانه بالصيف تعرفون لازم هيك نظافه. و العدة أطفال دائما يشوفون نص الحائط الجوة ما شاء الله ايش صاير، فصبغت بس شوية هاي جوة النقاط بالفرشة، وباكر إن شاء الله كمل صبغ. روحي 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 هتجينا هتروح هاي السيارة. يا خلنا ناخذ هذا الصابون. يا ايش يا
خلصنا هسه اشتريت الشغلات اللي محتاجتهم، بس الدواء مال شمس لازم نرجع له، لان قالوا ساعة يلا تخلص الخلطة، سووا لها خلطة على مود الحبوب وهيك شيء. فهسه راح اشتري دجاج مشوي على مود على السريع للغدا بعد ما لحق، ونرجع للخلطة ناخذها ونروح البيت وراويكم مشترياتي. رجعينا للبيت هسه، شنو خلي اسوي لهم اكل والغدا وبعدين اشوفكم مشترياتي، وبعد شغلات بالبالكون لازم نروح نسويها. طبعا اهم شيء الرياكشن مال الحنوش. اي اشتري شغله الحنوش هاي كان رايدها من فتره، فهسه هو بالتدريب من يجي راح نشوف رده فعله. اشتريت لهم ملابس هماتين له ولمحمد وشغلات هوايه. وين الدجاج؟ جبت وياي دجاج شوي لانه الصراحه بعد ما لحق اسوي غدا. والقهوه اهم شيء القهوه العربيه، يعني انا صايره اذا ما اشرب قهوه ما اقدر اشتغل، ما اقدر احكي اصلا، فالتعويد ابد ابد مو زين على القهوه. اعطيني اياها هاي. لا يو بيش ديش الالوان على بالي. يا هي الالوان هاي الطاسه الكبيره الالوان. هذا الاكل هسه جا. ايه اشتريت بس للاولاد، البنات ما اشتريت لهم اليوم ملابس. انا ما احتاج حاليا. انا احتاج. انه عندها مليون. هذا الخبز بدال الخس. عود هذا الخبز بدال ال. هذا الخبز بدال الخس. ها؟ لا لا شو اسوي عبرية؟ هذا الخس بدال الخبز. الخس بدال الخبز صح مو؟ صح هالمرة. الخبز بدال ايه. الخس بدال الخبز، لا على قد ما تعبت بعد ما وجد. وهذا دجاج مشوي، هسه تعتبر هاي وجبة صحية للغدا. وياها هذا الخس بدال الخبز. امزين صح صارت. تبي. راح تسعين كل الطرق؟ ايه. ادي الى روما. ليش يقولون هيج؟ ما ادري. ما ندري. ما ندري. كافي خيار كافي؟ والله. لا لازم ناكل هواية خضار. غير الدكتور اليوم سوى بينا، يقول لي جيبي هواي خضار لزوجك، يقول سوي المتابعين كم اكلات صحيه. طبعا هو يشوف القناه. ها محمد هذا الخبز مالتك، ثلاث مرات قلت اريد اقول هذا الخس بدال الخبز ما تدبرت. تعال ايش قلتي؟ قلت هذا الخبز بدال الخس. والله يلا هذا اكل صحي. طونا من هنا خلوا شويه ملح. لا ناين. آدم تخلي؟ هاك يلا شوية كافي. عافية دول الشاطر. يلا هسه نفتح مشترياتنا، ما لحقت أصور لكم هناك لين ركب على السريع. أول شيء اشتريت الزوجي حبيبي صديقي، اشتريت لك هدوم مال البيت. اشتريت لمحمد. انا اكثر شيء اضغط منه تشتري لي هدوم. ليش؟ ما احب اشتري. بس شوف هسه شنو انا ضامه هنا. شنو؟ ها؟ اكل؟ لا مو اكل. فلوس. طبعا محمد حاليا متخربط هو. ما اعرف كل ما ياكل يتخربط، ما اعرف ليش. اي شيء هذا. اي والله. يعني رغم انه ياخذ الدواء مالته بس يتخربط. يعني هسه ما اكل هو دجاج مشوي وخضار، خس وزلاطه، يعني كل شيء ما اكل.
بس يعني بس خلص الاكل راسا تخربط، يريد له فساعة هيجي بعدين يرجع يستعدل. هسه اسوي له شاي قهوه. الثنتين رحنا فقدت الوعي لحد ما خربطت. اي والله يقول فقدت الوعي يعني سمعوه ترى سمعوه دا اشكي بحاله اكثر. يلا على العموم هسه هنا انا اشبال ما اني من يحزر. اقول شموسه بس تعرف حلويات ماما. لا مو حلويات. 1 2 3 ترارارا واو كوره خاف عليه ينكسر. طبعا انا تلف ما اتقرب لهذا بعد ما له علاقه. ليش؟ لعد ذاك انا كسرته. صدق واحد كسرته شموسه. لا 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 انا احب هاي القوار الزجاج احلى. اي ما شاي هم يكسروهن. والله ذنيكه كلش غاليات اشتريتهن وهماتين انكسرن. هذا اعرف يعني ما يطول بس شو اسوي. يلا والله لا تحطي بالقاع. لا ينكسر. بعد ليش لافته بهدومه؟ لا على خاف عليه ينكسر. اشتريت لك هذا حار. هذا صدق؟ لا بالعكس عليه كلش بلتخن. اشتريت لك دي هذا قول بلترنت هذا. لا هاي وين لافي؟ هاي لا هي شورت. هاي احسن. هاي احسن جور. هي هاي لا هي شورت ولا هي بجامه. ايش يسمونها؟ برمودا. لا برجامه. برجامة. اي وبعد شو اشتريت لك وياها تيشيرت؟ دوم. والله والديك. شوف ايش كبرى شوف. اي غير كل من على قده شلون بالله. شلون؟ ما تشتري لي مال جهال؟ انا ادري. هذني لمحمد واشتريت بعد الحنوش. انا عضواتكم نص متر. غير طول المتر تيل الا شوية. الا تقول طولك يعني حتى يعرفون بالضبط طولك. سوي لها طول شمس. اشتريت الحنوش هماتين هم برمودا. مو برمودا. لا هاي برمودا. هاي برمودا. هاي برمودا هاي. وتيشيرت. وانا هم جبت له هاي الدومي. واو. هاي شنو بيها؟ رالي يلعب طابة. عنده بال. هاي الدومي حلوة. واو. اشتريت بعد طاوة. راح ألف ذنيك الطاوات. نعم. وجبت هذا الرمل راح أسوي به الشمعة. هسه شوية بس تنزل الشمس ونطلع بالبالكون حتى نسويها إحنا وياكم. شمس. إيه. وبعد هاي مشتريات الدي إم. وجبت هذا ورد اشتريته. ورد بنفسج راح أزرعه بلكي إن شاء الله يطلع. ها محمد؟ اتقبعت بزرقاها ونامت ومن شافت الخطار قامت وسوت عشاها ولا توانت. ويلي حليت كبريت الوسخة. طبعا هواي اسئلة وهنا كان جاوبتهم بقناتي الأولى قالوا شنو معناه اتقبعت بزرقاها ونامت. هي خطية مريضة وتغطت بعبايتها. هلا حبايبي. هلا حبايبي. تغطت بعبايتها حتى وجهها. يعني زرقاها يعني عبايتها. يلا حنوش. هلا حشوش وجيتك. ارزقي لي. واخيرا فكت الشمسه يا حبسه فكت الشمسه. هلا هلا ايش جيبي اكلك؟ اي اكل يا سلام. كل شيء عندنا تدلل. احنا جسر للطيبين عمي. ها؟ مثلك هذولا اول شيء. وبعدين جبت لك فكت الشمسه يا حبسه فكت الشمسه يا حبسه. هلا 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 حبيبي بالعافيه. يلا قدر قدر ماما اليوم جابت لك قندره. هي هاي تريدها مو صار له شهر حنوش يريد هاي الحذاء بس هاي الحذاء غالية الصراحة. حذاء قندرة. غالية. لا ليش طوط؟ هي قندرة اسمها ترى. ف يومية قل له باكر يومية قل له باكر غالية يا معود مو مال هيك سعر. فاليوم فتت من يومي قلت اليوم الا اخذها الى خطية. وجبناها. قدرها قدرها البسها البسها. هسه المفروض يغني جبناها وجت ويانا. ادم. ها. اعزف مو هيجي هيجي لازم دومي. ماما لا ليش يلا؟ شو
شنو شي يغنون من يعزفون العود؟ فوق هنا خلف فوق يا ابو فوق. هذا مدفعي. اوقف اوقف. لا اكو وحده مال يا جاره شلون؟ ليش 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 يا جاره؟ ما تردين السيارة. هلا 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 هلا. شلون حسيت؟ يلا انا تعال يلا يلومني الحبايب ما شايف يلومني الحبايب ما شايف يا ابويا 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 عندها قصايد حلوات ربو قمل متروسات يا ابويا قمل مو قمل شلون على خدبوسات يا ابويا يا ابويا جاني من عندها احنا لازم هسه نغير اللحن يا ابويا يلا بس لا صورين ليه ليش لا ما اريد يلا 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 ابوي هاي هاي اليوم يهدي من الحمى العائله كلها تهدي من الحمى ها هاي واحد يهدي كلها تهدي مو بس محمد يهدي من الحمى العائله كلها لعد القوم تعاونت ما ذل القوم الذي تعاونوا حتى بالحمى لازم نتعاون يلا شموسه يلا الذي تعاونوا اي هواني جتني عالسه وانا عبرتها يلا ششه ابداعاتك واو شلون احساس اي 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 والله حلو هيك يلا محمد عندها قصايب حلوات رابو قمل متروسات وشلون على الخلبوسات هلا 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 فرقة أبو عوف ما شاء الله شو هسه بديتي لا موجودات حتى نشوف بعد عندنا هاي نسوي بعد عندنا هذا البوق بعد عندنا بوق هماتين وهذا اللي شموسة تقول هذا عندنا هذا يسووه هاي منين تشتري دائماً هواية يقولون انتوا ليش ما تروحون حفلات ليش يعني ما هيك يعني تسوون شغلات تغيرون جو هاي هذا السبب فكل شيء بوقته حلو من واحد يفرح من قلبه طبعا يقوم يغني ويرقص ولا إرادية لو طابت النفوس غنت يعني هي الفرحة هي تريد رقص وهلاهل وهاي طبعا أنا هسه قبل شوية هم هلهلت بس لأنه أكو فرحة يعني صدق من القلب يعني خاصة الأم يعني هاي يعني كلش فرحة كبيرة إلها وراح تعرفوها بس مو اليوم بعد يومين إن شاء الله والفيديو راح ينزل بقناتي الأولى قناة دنيا محمد هاي التقلاقة كلش حلوة راح أعلقها هنا بالبالكون حتى أعلق بيها خاوليات المطبخ الشغلات اللي تكرمون يعني امسح بيها هاي الشغلات هيجي صار شكلها احلى ما اريده قرر ينتحر لافي وكلافي لا توقع لافي لا توقع
قررت تنتحر ولك؟ يلا انزل حباب، انزل انزل. عافية السبع. هنا طبعا جبت هاي السندانة عندي جاهزة، راح ازرع بيها هذا الورد. شوف الورد شكله يجنن، لقيت مسوين عليهم تخفيضات قلت خلي اشتري. اني وردة بيضة شكلي جميل، ما احلى جمالي لما اميل. يا صغار يا كبار اشربوا الحليب. نذني حبايات الورد. كم وحدة خالينا ينعدن؟ 2 4 6 8 10. خفية الوحدة تسوي هواي. ها؟ لا ما يخالف، احنا راح نزرع ونشوف ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وردة بيضة شكلي جميل. هاي وردة بنفسجية شموسة. أنا وردة بنفسجية شكلي جميل. كلش خير وبركه اكيد. هسه تزرعتيهن، انتظر اسبوع راح تشوفون شكبر الوحده. اللهم صل على محمد وال محمد. والله تحطينها بالتراب يصير ذهب. صل على محمد. وصل لنا اللهم صل على محمد وال محمد. انا طالع احس دش يا دنيا. لا لا هي والله نفس وايد خضره يقولون، يعني انا الحمد لله ايدي خضره بالزرع. اي مرات تصير بنفسجيه وحمد انا راح اطلع هاي الصبرايه. صار لها شقد؟ هاي من الخريف. بما انه الشمعة صفرة جبت هذا الحصو الناعم ابيض. هسه هذا المي راح انتظره يصفى للمغرب حتى نخلي بيه الشمعة ونعلقها. هاي هنا هم نقعناها قبل ما نشلحها. وهنا هم خلينا مي. هاي شنو؟ هاي مشمشاية. واو راح تطلع تطلع شجرة. احس عندنا مشمشي. شو وقت ما تريدين طيري؟ هاي من هنا وطيري. هسه انتظرت شويه شويه صفى المي، بس هاي للصبح راح نلقاه صافي ان شاء الله. نجي نخلي الشمعه، لان هي هاي الشمعه تتخلى بالمي. هيجي كلش حلوه، حتى اذا عندكم ضيوف وايد تخلوها على ميز الطعام هم تطلع كلش حلوه وكيوت، واذا تخلون الحصو الوان هم تطلع بعد احلى. فخلونا نعلق. هسه صار المغرب حتى يبين شكلها. وهيك يكون شكلها يخبل ويجنن. ان شاء الله عجبتكم. طبعا كنا مسوينها لايف بالتيك توك، لا تفوتكم لايفاتنا بالتيك توك تخبل وتجنن. ودا نصعد ويا المشاهير واليوتيوبر الباقيين، وهو يوتيوبر دا نصعد وياهم تحديات بالتيك توك. لازم تجون كلكم وتشاركونا. اليوم راح اخلي لكم رابط التيك توك باول تعليق، وهنا هاي صوره التيك توك مالتي، تعالوا تابعوني. وكلش حلوه البثوث المباشره، ويصير بها احكام، بس احكام حلوه وبسيطه، وهاي بس يعني نضحك ونتسلى وهيك شيء. فاذا عجبكم اليوم روتيني لا تنسون تخلون لايك للفيديو وتشتركون بالقناه وتفعلون الجرس. احبكم كومات، وانتظروني بالفيديو الجاي. مع السلامه.